قررت الشركة المصرية للاتصالات مشغل الإنترنت الأرضي في مصر رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من الشهر الحالي وتحديداً في 5 يناير، عقب قرارات رسمية بزيادة أسعار باقات الهاتف المحمول. ورفعت المصرية للاتصالات باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجا بايت الأكثر شعبية إلى 160 جنيها بدلاً من 120 جنيهاً وفق تصريحات مصادر من الشركة للقاهرة 24. كما رفعت الشركة المصرية للاتصالات قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجا بايت إلى 225 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً وباقة 250 جيجا بايت بسعر 280 جنيهاً بدلاً من 210 جنيهات وباقة 400 جيجا بايت بسعر 440 جنيهاً بدلاً من 340 جنيهاً. سيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيهاً بدلاً من 500 جنيه وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيهاً بدلاً من 800 جنيه، وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة. ومنذ أيام أقرت شركات الاتصالات في السوق المصري، منها المصرية للاتصالات وشركة اتصالات الإماراتية وفودافون مصر وأورانج، زيادة أسعار الباقات والإنترنت المحمول. وأوضحت الشركات في تصريحات للقاهرة 24 من مسؤولين بهذه الشركات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على رفع أسعار كروت الفكة في جميع شركات الاتصالات بنسبة تصل إلى 10%، وبدأت شركات الاتصالات تطبيق تلك الزيادة يوم الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023 على جميع المواطنين. وأكدت الشركات أن تلك الزيادة والتي تبلغ 10% شملت كروت الفكة والباقات في شركات الاتصالات. وقال محمد: طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية إن شركات الاتصالات المصرية تحدثت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع للحكومة والذي ينظم عمليات الاتصالات في مصر منذ عامين، مطالبة برفع أسعار كروت الفكة والجهاز وافق هذا العام، لافتا إلى أن الزيادة جاءت نتيجة المصروفات التي ارتفعت نتيجة التطورات الأخيرة. ورفعت المصرية للاتصالات باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجا بايت الأكثر شعبية إلى 160 جنيها بدلاً من 120 جنيها وفق تصريحات مصادر من الشركة للقاهرة 24. كما رفعت الشركة المصرية للاتصالات قيمة الاشتراك في باقة 200 جيجا بايت إلى 225 جنيهاً بدلاً من 170 جنيهاً وباقة 250 جيجا بايت بسعر 280 جنيهاً بدلاً من 210 جنيهات وباقة 400 جيجا بايت بسعر 440 جنيهاً بدلاً من 340 جنيهاً. سيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيهاً بدلاً من 500 جنيه وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيهاً بدلاً من 800 جنيه، وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة. ومنذ أيام أقرت شركات الاتصالات في السوق المصري، منها المصرية للاتصالات وشركة اتصالات الإماراتية وفودافون مصر وأورانج، زيادة أسعار الباقات والإنترنت المحمول. وأوضحت الشركات في تصريحات للقاهرة 24 من مسؤولين بهذه الشركات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على رفع أسعار كروت الفكة في جميع شركات الاتصالات بنسبة تصل إلى 10%، وبدأت شركات الاتصالات تطبيق تلك الزيادة يوم الخميس الماضي 28 ديسمبر 2023 على جميع المواطنين. وأكدت الشركات أن تلك الزيادة والتي تبلغ 10% شملت كروت الفكة والباقات في شركات الاتصالات. وقال محمد: طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية إن شركات الاتصالات المصرية تحدثت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع للحكومة والذي ينظم عمليات الاتصالات في مصر منذ عامين، مطالبة برفع أسعار كروت الفكة والجهاز وافق هذا العام، لافتاً إلى أن الزيادة جاءت نتيجة المصروفات التي ارتفعت نتيجة التطورات الأخيرة.